اهلا بكم، دقيقة جراحة اطفال. سؤال النهاردة: ما هي علاقة تشوهات فتحة الشرج بحدوث الانسداد المعوي؟ في البداية هتكلم عن عدم وجود فتحة شرج، وهنا الطفل بنشوفه في الساعات الاولى من العمر، واحيانا ما بياخدوش بالهم، وبشوفه بعد يومين او ثلاثة وهم بيقولوا لي الطفل لم يتبرز بعد. هنا ما بيبقاش فيه فتحة شرج. وفي الحقيقة الطفل في هذه اللحظة هو يعاني من انسداد معوي، مش عارف يتبرز وبيتقيأ وبيرجع، والترجيع هنا بيبقى تقريبا براز. احنا دلوقتي في حالة طارئة ومحتاجين تدخل جراحي طارئ، وهنا التدخل الجراحي بيكون على حسب نوع العيب الخلقي في الشرج. لو مفيش فتحة شرج بس، وده اسمه العدم وجود فتحة شرج من النوع السفلي، ساعتها هنفتح فتحة شرج وهيتبرز الطفل منها وهيتابع معانا واموره هتبقى مطمئنة. لكن لو مفيش فتحة شرج من النوع العلوي، بمعنى عدم وجود قناة فتحة الشرج وقناة الشرج واسفل المستقيم، ساعتها هنحتاج الى اجراء عملية لتحويل البراز عشان نوصل القولون بالجلد ويتبرز الطفل من على جنبه، وبعد شهر او شهرين نعمل العملية الجراحية الرئيسية، وهي عمل فتحة شرج عن طريق شد المستقيم وفصل اي اتصال ما بين المستقيم والمثانة، وبعد كده بنقفل تحويلة البراز. ده عدم وجود فتحة شرج من العيوب الخلقية التي تحتاج للتدخل الطارئ من جراح اطفال له امكانياته المتقدمة عشان نوصل بالطفل الى بر الامان. دمتم سالمين ودامت اطفالنا بصحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.